والى الابد على لبك 20 مليون لبك 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 لبك. الو سويتش سويتش ولا نو سويتش. كيفي نرفضو تغيير الصندوق حسب الله. خليوك حتى الاخر يا حسب الله. ها مش انا بس مش انا محمود شو راح وين شو اللي عنده 50 ها شو اللي عنده 50 عشيرك كده. ايوه انا وياه بدنا معناها مره بتصير مع بعض الحمد لله. الحمد لله سامي عنا ان شاء الله عنا عمل. انت شكون؟ انا وحسب الله خاطر صوته بكل صدق معناها حتى اللي يتفرجوا على البرنامج لما ساده نتاع موسيقى تحدثت انا وياهم معناتها صوته بالنسبه للتونسي يعني نادر وجوده. طبعا شوف انا ما نفهمش برشا في الموسيقى معناتها مانيش بالنسبه لل الذكر اللي صلحني كان انا غلط. انت استاذ اما انا يظل لي كمجتمع معناتها كمجتمع يظل لي خاطر نسمع يغني لهنا ونسمع يغني في الكواليس يظل لي اللي حسب الله صوته باهي في حاجات معينه معناتها في كما قلت انت في التونسي التونسي يمول مليح اما كي تخرجوا شويه ما ماهوش نتاع وقتي في المقامات واللهجه الموسيقيه التونسيه يغني مليح يغني مليح يعني متكون وحدثت انا وياه وعمل له بتعمل له البوم اغنيه ان شاء الله باش نقدموها للجنه نتاع الفرز يعني بالنسبه لمهرجان الاغنيه مهرجان الاغنيه ان شاء الله. معناتها تخيلوا العام الجاي سيداتي نساتي سادتي حسب الله في مهرجان الاغنيه التونسيه. علاش لا؟ ان شاء الله. علاش لا؟ واسمع اسمع كيفاش؟ والله هذه صدفة زين؟ لا 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 تو هكا تو لا والله تقول حاجة باهي وفير باهي استنى حبيت نقول لك شو كيفاش هذه والله صدفة على خاطر السؤال نتاع اليوم كان على أغنية نتاع سونيا مبارك هكا ولا لا؟ وسونيا مبارك هي مديرة مهرجان الأغنية اللي تعمل كل عام. يا سونيا ايش قولك؟ احنا نشجعوا الشباب يا سونيا ولا ما نشجعوا الشباب؟ يا سونيا يهديك يا سونيا أمان يا سونيا أمان يكون هي نحب هذيك نحبها ملي هي وهو يحبك بالفوق يا سونيا صغيرة هي وعدنا الشواش وهي وعدنا ملي هي صغيرة يحبك ملي أنت صغيرة يا سونيا قبل بتحكم علي انت قبل بنحل الصندوق. هي سونيا غنيت انا وياها في اول مهرجان الاغنيه التونسيه بالحق. انت وسونيا مباركه في المسرح البلدي غنيت انا وقتها اغنيه نتاع محمد تريكي وهي غنت اغنيه لرشيد يدعس خذت بها الجائزه الاولى في الاداء وفي اللحن وفي وكنت باش نشارك سنتين التالي في مهرجان الاغنيه ولكن عملت حادث في فرنسا تقبلت الغنايه وبرف ولا الفرقه ما نجمتش نجي. ان شاء الله السنه نوعدهم في البدايه اذا كانت تقبلت الغنايه خاطر اللجنه هي اللي تحكم. انا صدقني حسب الله يقدم لنا حاجه كان حسب الله يقدم غنايه ان شاء الله. تعال نجي نشجع بالدرابوير نمشيو الكل هكا ولا لا؟ نمشيو الكل للمسرح بالدرابوير نمشيو نشجعوا الكل بالدرابوير. شو اسمع شو قلت لك تفضل حسب الله اي بقلعود يخت ما هو موال باهي هو مروح برا برك باهي موال تونسي يا ليل يا ليل يا ليل امشي شوي يا
يا روح في المروح ويا روح بالغسلامي يا روح في المروح ويا روح بالغسلامي زالي كتير مذبوح على النار سرد عظامي لا يمكن صوتك حلو حسب الله اما مره الاخرى عليك الوليد بتاع بتاع جابر قبل ما نحلوا الصندوق تحت غرد له ومقارن ومدافع ودمه سايل في شرح لا 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 بعد ليش حاجه بيدي ماذا بيا انا وتوا شنو ما الكلام اللي قلته الكلمات شنو قلت يا روح سلم على الروح لا لا وفي الاخر من الاخر العصفور سالوا العصفور أي. العصفور على الباربيكيو قلت له حاجاك اسمعني جرالي كثير مذبوح وعلى النار سهدوا على الباربيكيو يعطيك صحة صار لك كل الحجل على الباربيكيو تو هذه غنايه فيها هذاك هو ايش يصير في البشر في بعد احيانا مش ديما فهمت وخاصة اخويا اللي تبع في الحب هكاك هلا هو مقصود الكل عليه مقصود الكل عليه معقول ولا لا صحيح ولا غلط انت قلت حسب الله انت ادرى مني بشؤون الحب حسب الله هو الحب في العالم الاجمع معقول في بالي هكا انا اي ما فماش واحد يحب وما يجرحش ما صحيح ولا مش صحيح ما فماش واحد يحب هذه صحيحه قالوا لك صحيحه شوف الحديث هذا ان شاء الله عندك زينه اخوي ان شاء الله ان شاء الله مستانش 10 ولا 50 كيف كيف ان شاء الله 50 عم ان شاء الله 50 رفضنا 40 مليون رفضنا 40 مليون فؤاد معناتها زايد نقول لك من احسن المتبارين وكل يقول لي تعال بالحق معناتها علي الارباح اشتر 10,000 دينار فلوس على خير الناس كل